استقبلت من قبل فخامة رئيس الجمهورية لقاؤنا تمحور أساسا حول المهمة التي كلفت بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الاتحاد الإفريقي مندمة سيدياو ومجموعة دول الساحل الخمس هي مهمة لتقييم الأوضاع الأمنية التنموية لكامل دول الساحل. ليس فقط دول الساحل ببعدها الجغرافي التي تضم موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد، بل كذلك الدول المجاورة للساحل. التي تعرف تهديداً إرهابياً وتهديدا للجماعه الاجراميه تعرف هذه الدول تحديات اخرى ليست امنيه فقط بل مؤسساتيه ايضا فبعض هذه البلدان تشهد تراجعا في الديمقراطيه من خلال الانقلابات دف الى ذلك التحديات الامنيه والمؤسساتيه والتحديات المناخيه تحديات انسانيه تحديات ديمغرافية تحديات اقتصادية واجتماعية لأن العديد من هذه البلدان تتواجد في مراحل انتقالية المهمة تتعلق بدراسة هذه الوضعية لأن كل دولة وحلفائها تملك استراتيجية مختلفة لمواجهة هذه التحديات هناك حوالي عشرين استراتيجية يتم تجسيدها في دول الساحل مهمتي تكمن في تقييم هذه الاستراتيجيات وتقديم مقترحات لمواجهه هذه التحديات للوصول لهذا الهدف نحتاج لمسانده كل الفاعلين كل دول المنطقه وفي المقام الاول مسانده الجزائر الجزائر دولة محورية في المنطقة، فلهذا الغرض جئت لاطلب من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مساندتي في هذه المهمة التي اوكلت الي. اشكر السيد الرئيس على النصائح التي اسداها لي لانجاح هذه المهمة. اشكره ايضا لقراره المتعلق بمساندتي هذا ما استطيع قوله حول اللقاء الذي جمعني بفخامه رئيس الجمهوريه